السلام عليكم فضلات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم انا تحضيرات ديال رمضان، كيفاش كنبداهم وشنو كندير. اول حاجه درتها هو انني غسلت هذا الفريغو، هذا المجمد، غسلته مزيان، ضربت ليه واحد الفركه البارح من داك الشيء. بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم هكا، حيت لقيت انا الثلج بزاف لتحت، لانني خليته مده طويله، طيله فتره الحمل ديالي ما كنطلع ليه ما حتى شي حاجه، حتى تكون الثلج بزاف. نتوما هذاك الثلج باش تحيدوه كتنزلو غير كتغليو واحد المقراج د الماء وكتخويوه هكا في شي كاسرول، شي حاجه اناء يكون غارق، وكديروا فيه شويه ديال بيكربونات الصودا اولا الملح، وتنزلوه وتسدوا الفريغو ليله كامله باش داك البخار كيضيع في الفريغو صافي، وما كيبقاش هذا، ما كيبقاش داك الثلج. اولا طريقه اخرى الا كنتو مزروبين بخصكم بيه فيه، يعني كما كنقولوا بالزربه، درت انا السوشوار، خدمته دوب لي داك الثلج كامل بالزربه باش غسلت الفريغو مزيان، غسلته هكا بالبرودوي ديال باش كنغسل الماعن وجافيل. المهم نظفته مزيان وعاد عملت له البريز، نظفته من الداخل هكا ومن برا، عاد عملت له البريز ها هو، عاد بدا رجع كيخدم مزيان، ما بقاش كيدير واحد الصوت اللي كان خايب. درت فيه هنايا بالنسبه للتحضيرات اللي كندير انايا هاد العام، هذا ما غنديرش شي تحضيرات كبيره بحال الاعوام الاخرى. المهم ها نتوما هنا كيف كتلاحظوا معايا، هذه الشحمه ديال الكلوه البقري، كنقطعها بحال هكا، اولا تجيبو حتى ديال الغنمي، حتى ديال الغنمي كتكون زوينه كتجي لذيذه، قطعتها بحال هكا طريفات على قبل الرغايف، حيت كنديرهم معمرين بزاف. هذا فيما يخص الشحمه. بالنسبه لهاد البواط هذه، عملت فيها الحامض مصير، ديجا صيرته معكم، غادي تلقاو فيديو. ها نتوما حامض مصير وقطعتهم كارويات بحال هكا، باش الوقت اللي بغيت طريفات هكا كنهزهم وصافي، باش ما ياخذ ليش مساحه كبيره في شي بلاكار ولا شي حاجه، درته هنايا راه كيبقى كما هو. هذا بالنسبه كيف قلت لكم الحامض المصير. بالنسبه لهاد لي بواط هادو البويض، درت فيهم وحده، درت فيها ها نتوما كيف كتشوفوا البرتقال اللي طحنته هكاك كما هو طريفات، طحنته هاد البرتقال هذا كتحتاجوه سواء العصير او لا تحتاجوه كمركز، كيخدم بحال المركز، تحتاجوه العصير، تحتاجوه انكم تغسلوا به الدجاج، كيعطي واحد المذاق غزال 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 في الدجاج، كيحيد ديك الزفوريه، ياك كتسميوها زفوريه. هذا بالنسبه للليمون البرتقال. بالنسبه للحامض كذلك، انا الحامض كنحتاجو بزاف، ها نتوما ها هو هنايا كذلك، درت ليه نفس الطريقه اللي درتها للبرتقال، وكنبقى نهز منه وكنغسل منه الدجاج ولا ندير منه عصير ولا كيتحتاج بزاف، اولا نخدم به حتى في الحوت حتى في السمك. وهذا عصير ليمون الحامض، وهذا ها نتوما كيف كتشوفوا الليمون درتو هكا معسل، كنحتاجو حتى هو. وبالنسبه لهاد البواط هذه غنشاركها معكم شي نهار، ندير معكم شي وصفه. هذه لافوكا مطحونه، شديت لافوكا وطحنتها مع شي شويه ديال زيت الزيتون صافي، وخليتها باش نبقى ندير بها وصفات للشعر اولا الوجه، وبالخصوص للشعر. هادشي اللي عملت هنايا. عاد غادي نشارك معكم السيجار اللي كنعمل كل عام، ضروري كنحتاج السيجار، كن هكا سيجار ديال الحوت ولا ديال الدجاج ولا حتى ديال البطاطا اللي نام، كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه لهادو راه غير القشور ديال الليمون كنحتفظ بهم، كنحتاجهم بحال هكا، كنحتاجهم بحال هكا لهذا الكيك ولا المهم. هذا غير الكوك، شاط لي شويه درتو هنايا باش ما يتسمنش، باش ما كيديرش داك المذاق بحال السمن. هادو لي زيبيناغ، و بلاتي نشوف، وهذا الشحمه اللي شاطت لي باقا كاينه هنايا ودايره القوق هنايا،
وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي بما ان الفريكو مغسول مزيان غادي ندوز نغسل الثلاجه حتى هي مزيان ونغسل الفران بصراحه رحالتهم. ونبريباري معكم مطيشه اولا صوص طوماط كيفاش كنخدمها. يلا ما تمشيو فين خليكم معايا. بالنسبه للطماطم ها نتوما شريتها البارح وعملتها في الثلاجه لانني ما ساليتش باش نخدمها ديك الساعه. شوفوا كيفاش دايره. ها هي بخمسة دراهم للكيلو، خديت منها خمسة كيلو ونص، وعاد باقي عندي كيلو في الثلاجه ما غاديش نستخدمه، هذاك غادي نخليه هكاك طري باش نستخدمه استعمالات اخرى بحال كنحتاجو في الشلاضه هكاك. المهم دابا هادي غادي نخدمها، هادي الكوكوط. كوكوط باقي ما حكيتهاش، غنشارك معكم حتى البرودوي باش كنحك الماعن، راه غادي يعجبكم بزاف بزاف دغيا كيرجع الماعن نقيين زوينين. المهم انا ما حكيتهاش حتى نسلق فيها هاد مطيشه ونقادها. صافي غتاخذوا مطيشه ديالكم وغادي اول حاجه اول خطوه غديروها، انا غنغسلها هنا نيت، غادي تغسلوها مزيان تحيدوا لها هاد النبسه اللي كتكون الفوق وتغسلوها مزيان مزيان. وعاد باش كنقسمها على ربعة وبالقشور ديالها كنقسمها على ربعة وكنزول لها هاد البارتي هادي هنايا هي الاولى وكنقسمها على ربعة وكنعمل ليها كنزول منها ديك الزريعه اللي في الوسط البودور ديالها اللي في الوسط. صافي وكنلوحها في الكوكوط بحال هكذا عاد باش نوريكم شنو غادي نزيد عليها. المهم انتما خليكم معايا. صافي ها نتوما كتقطعوا مطيشه كتزولوا لها ديك النبته كيف قلت لكم، تزولوا لها الزريعه بحال هكا البودور ديالها وتقطعوها بحال هكا على ربعه. انا هاد لا فيديو هذا ديال لاصوص اولا ديال هاد الطوماط هادي ديجا منزلها لكم عندي في القناه، ترجعوا باش تشوفوا من الاول حتى الاخر كيفاش كنخدمها. بصراحه هذه طريقه معتمده عندي كنعملها كل رمضان، كتفيدني بزاف وكتنفعني بزاف. الطواجن البيتزا يعني كنخدمها كصوص بيتزا، يعني الطويجنات الحريره لي غراتا اي حاجه اي حاجه كتنفعني هاد مطيشه. هادشي علاش كنجيبها ك 5 كيلو 6 كيلو باش يلاه يلاه كتكفاني في رمضان كامل. المهم غادي نقطعها بحال هكا من بعد ما غسلتها حتى نكمل بحال هكذا، ما غنضيفش عليها نقطه وحده ديال الماء ما ديروهاش لان مطيشه كتطلق الماء ديالها. صافي وكنضيف عليها واحد جوج معلقات ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وكنخليها كطيب، تتبقى كطيب مزيان حتى كتبدا دير ديك الرغوه من الفوق وكنبدا نزولها. كل ما كدير الرغوه من الفوق هذيك الكشكوشه هكا من الفوق تبقى نحيدها. صافي حتى كطيب وكتوجد كنخليها تبرد ونديرها في البلاستيك غذائي وندخلها للكونجيلاتور. المهم ها نتوما معايا حتى نكمل. صافي ها نتوما شوفوا معايا، انا من بعد ما كملت انا جات لي الكوكوط هكا عامره، ولكن راه ما كتبقاش طالعه هكا، انا راه كتولي غير نص ديال الكوكوط من بعد ما كطيب هاد المطيشه هادي وكت يعني كترخى. صافي غادي نخليها حتى طيب واحد نص طيبه وعاد نضيف ليها جوج معالق ديال زيت زيتون اولا زيت نباتي وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار، واحد راس المعلقه صغيره ديال البزار. صافي وكنخليها كطيب، ومره مره كيف قلت لكم كنجي نزول هذيك الكشكوشه اللي فيها. صافي ونخليوها تبرد. هادشي اللي كاين، ها هي ديك الزريعه كامله اللي زولتها نتوما. يلا المهم ملي توجد نتلاقى معكم وتشوفوها كيفاش كيفاش جات. دابا غادي نشد الحمص غنرقدو في الماء، شريت واحد الكيلو ديال الحمص غادي نديرو في الماء. دابا كنحاول ما امكن داكشي ديال الحريره هو اللي نوجد، نشد داكشي ديال الحريره نوجد عاد ندخل في داكشي ديال لينيم بريوات هكا دلوز ولا الكاوكاو هذا. المهم ها نتوما معايا اللي صوبتها غنشاركها معكم. ها انتما الغزالات انا نزلتها دابا كطيب، شوفوا كطلق الماء ديالها راسها في هذا الماء هذا ديالها فين كطيب. خطره خطره كتاخذوا هكا شي مغرفه وكتبقاو تضغطوا، عافيه مهيله. صافي وخليوها طيب على خاطرها. صافي ها انتما ها مطيشه من بعد ما كطيب طابت دابا وجدات. غادي ناخذ غير داك الطحان اليدوي عرفتوه الطحان اليدوي وغادي نطحن في الجهه الرقيقه. صافي ونردو الكوكوط هنايا، انا راه ضفت ليه جوج معلقات ديال زيت الزيتون ولا زيت نباتي اللي عجبكم، وضفت واحد شويه ديال الملحه والبزار كيف قلت لكم في الاول. صافي ونرجعوه هنايا يطيب عاوتاني واحد جوج دقائق حتى لثلاثه ونخليه يبرد باش نعملوه في البلاستيك الغذائي ونعملوه في المجمع، غادي تنفعكم بزاف بزاف الوصفات. ها هي بعد ما طابت شوفوا كي ولات، اصلا ملي كطيب كيبان لكم راه صافي ترخات بحال هكا مزيان كتعرفوها راها طابت ما تبقاش مجموعه كيف الاول. صافي دابا عندي هنايا واحد البانيو
وعندي هاد ال شنقول لكم طحانه يدويه هي اللي غادي نبدا ندير فيها ونطحن. هذه كتحافظ على الطماطم باش تخرج لكم تبقى في اللون ديالها احمر، بينما الا درتوها في مولينيكس اللون ديالها كيتحول برتقالي واحد اللون، المهم ما كيبقاش زوين. هادشي اللي كاين. دابا غادي نبدا نهز من هنا وننزل هنا ونطحن صافي باش كنديرها مباشره في البلاستيكات. هانتوما كنحاول نوريكم ندير بحال هكا واحد جوج مغرفات ونبدا نطحن بحال هكا، راكم عارفين كيفاش. صافي هانتوما الخوت انا كملت، شفتو هاهي كنحصل على كميه مزيانه معقوله كتكفاني لرمضان كامل. دابا غادي نعمر في الميكات. بالنسبه للبلاستيك الغذائي شريت انا هادو اكياس التجميد، يمكن واش كيديروا بشي شحال كيديروا ب10 دراهم. انا ما خديتش هادوك ديال العبار لانني كنلقاهم في غالب الاحيان كيكونوا مقطعين ولا هكذا كيزلعوا لي داكشي اللي كندير فيهم. صافي خديت غير هادو مزيانين فيهم 50 حبه. دابا غنبدا نعمر فيهم وننزل في الفريكو. ها انتم البنات انا صافي كملت، انا عقدتها هكا عادي، عمرت مغرفه ونص بهاد المغرفه هادي، شفتوها مغرفه ونص كل ميكا، وصافي كنخرج من هذاك الهواء اللي فيها وكنعقدها بحال هكا، شفتو صافي. غادي ننزلها بديك الشبكه اللي في الفريكو بحال هكا مسطحه باش ما تاخذ ليش لي سباس في الفريكو. المهم خرجت ليا انا واحد خرجت ليا واحد 12 بلاستيكه القياس ديال المغرفه ونصف كل ميكا. هادشي اللي كاين. ايوا نتمنى هاد الطريقه غادي تكون عجباتكم وراها سهله وعمليه، وملي فكرت مزيان قلت غادي نزيد مطيشه مره اخرى، غادي نزيد واحد جوج كيلو ولا 3 كيلو لانها كتنفع باش الوقت اللي بغيت احتاجيتها كنلقاها موجوده كنهز وكنخدم. صراحه هذه طريقه عمليه وزوينه وسهله. ايوا ودابا غادي ندوزو الحمص نقيوه، وهذا الحمص حتى هو صافي دابا هو ولا كيتقشر. حنا ضروري انا ما كتعجبنيش الصراحه القشره هكا في الحمص ونطيبو في الحريره، ما كيعجبنيش بالقشور ديالو نهائيا، كيعطيني واحد المذاق اللي ما كيعجبنيش. هادشي علاش كننقيه، ضروري ننقيه. بغيتو تزربو عليه بالزربه ديروا ليه الماء سخون. صافي غادي ننقيه بحال هكذا ونديرو حتى هو في البلاستيك الغذائي وندخلو المجمد. صافي هانتوما بالنسبه للحمص حتى هو عملته في الاكياس البلاستيكيه بحال هكا بعد ما نقيتو، وغادي نعملو حتى هو في المجمد. هادشي اللي كاين في لافيديو ديال في لافيديو ديال هاد المره هادي، هادشي اللي صورت لكم. ملي غادي نبدا سواء البريوات الحلوين اولا المالحين غادي نعاود نصور لكم، واخا راني ديجا منزله لكم الفيديو من قبل. المهم الا عملت شي حاجه جديده ان شاء الله. كنقول لكم تصبحوا على خير، تهلاو لي فراسكم، وما تنساوش دعمي في القناه وفعلوا الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد. بصحه وراحه، دمتم بخير والى اللقاء. وصافي ها هو الحمص بعد ما نقيته درته في البلاستيك غذائي. صافي نزلته هنايا، ها هي الطماطم حتى هي وكل شيء هو هذاك. ايوا حنا غادي شويه بشويه الحاجه اللي كتجي في المجمد راني كنزلها.